السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا الحلوين، الصف الثاني الإعدادي. نلتقي اليوم معكم معلم اللغة العربية، معلم بسام القاضي، ونلتقي في شرح درس جديد من دروس الفصل الدراسي الأول والمقررة علينا في هذا العام. درس اليوم هو درس في حب مصر للشاعر المصري محمد عبد المطلب، شاعر مصري توفي. هذا النص دراسة، أي أننا لن نحفظ الأبيات، ولكن نستعين في فهم هذا الدرس على شرح أبياته ولغوياته ومواطن جماله. نقرأ أولا أبيات النص. أتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر. رويدك إنا في العلا يوما ننتمي، كلانا أبوه النيل وأمه مصر. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، فموسى على ما أنكروا شاهد بر. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، وإن جر قوم بالسعاية ما جروا. إذا ما دعت مصر ابنها نهض لنجدتها، سيان مرقس أو عمرو. ألم تر في كل عيد وموسم حليفي ولاء ولا جف لا جفاء ولا هجر؟ من المفترض أننا من خلال قراءة النص قد فهمنا بعض المراد من وراء هذا النص. المضمون العام لهذا النص هو بيان أو توضيح أن مصر تتمتع على أرضها بالوحدة الوطنية منذ قديم الأزل بين عنصري الأمة المصرية، مسلم ومسيحي. وأننا نعلم جميعا أن هناك بعض الدول التي تسعى للوقيعة والوشاية بين المسلمين والمسيحيين المصريين على أرض مصر، ولكن هذا لن يؤدي أبداً إلى فتنة على أرض مصر. فمصر قامت حضاراتها على مبادئ سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مصر عندما تطلب من أبنائها نجدتها ومساعدتها ورفعتها يهب لمساعدتها مرقس أو عمرو، مسلم أو مسيحي، وفي النهاية مسلم أو مسيحي على أرض مصر، مصريين أو مصريين، فهم دائما على وفاق وليس على خصام أو خلاف. ده مضمون النص باختصار وبسرعة. شرح النص من اللغويات: تنكر أي تجحد وتعترف، تجحد ومضادها تعترف. زهاها أي زينها وجملها. اعتمل الدهر، اعتمل أي تغير وتبدل الدهر، الزمن. مهما تغير الزمن ومهما تبدل الزمن فنحن على وفاق. المقصود بابن يعقوب سيدنا يوسف عليه السلام. آداب مبادئ. سيان، وهي من أهم الكلمات، معناها متساويان، ومفردها سيو، مفردها سيو، وجمعها أسواء. الحسب أي الشرف، وجمعها الأحساب. الذكر أي القرآن. السعاية معناها الوشاية أو الوقيعة، الوشاية أو الوقيعة.
ممكن نكتب الكلمات الزيادة لو حبي، الوشاية أو الوقيعة. حليفي أي متعاهدين، ومفردها حليف وجمعها حلفاء. الوفر أي الكثير. رويدك، نأسف للخطأ، رويدك معناها مهلا، نحذف حرف الضاد، مهلا. ذروة أي قمة وجمعها ذرى. تناسلت أي توالدت وتتابعت واستمرت. الأحقاب أي الأزمان، ولاء معناها نصرة ومحبة، جفاء معناها قطيعة أو خصام أو خلاف. ننتقل إلى مرحلة جديدة من شرح النص. يخاطب الشاعر مصر مبينا مدى حبه وشوقه لها، ذاكرا ذكر في الأبيات جمالها وشرفها وتاريخها العظيم. المصريون كلهم من أصل واحد، يرجع إلى أب واحد وهو النيل، وأم واحدة وهي مصر. المصريون دائما أصحاب شرف ومجد، صنعوا حضارة عريقة وتاريخا عظيما. إن أنكر كل الحاقدون أن يوسف عليه السلام نشأ في مصر وتولى الحكم فيها، فإنهم لن يستطيعوا إنكار دور مصر في حياة سيدنا موسى عليه السلام، فهو خير شاهد على منزلة مصر عند الله. مصر قامت حضاراتها على مبادئ عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، حتى وصلت إلى مكانة عظيمة لن يصل إليها ولم يصل إليها كل عظيم. المصريون يتمسكون بما جاء في الإنجيل والقرآن، وهذا دليل على شرف مصر وعظمتها. لن تستطيع أحداث الزمن ومكائد الأعداء أن تفرق بين أبناء الوطن مهما حدث. وإذا دعت مصر أبناءها للدفاع عنها أسرعوا لتلبية ندائها. لا فرق في الدفاع عن مصر، لا فرق بين مسلم مصري ومسيحي مصري، كلاهما مصري، يدافع عن أمه مصر. أبناء مصر دائما مترابطين، خاصة في الأعياد والمواسم، دون خلاف أو قطيعة بين عنصري الأمة المصرية، مسلمين ومسيحيين. هذا شرح مبسط لكل بيت. من المواطن الجمالية: أتنكر ما بي من هواها؟ استفهام غرضه التعجب واللوم. وصور الشاعر مصر بإنسان يعاتب الشاعر مصر، وكأنها بتعاتب الشاعر بأنها نسيت حبه لها، فيقول الشاعر: هل نسيت مصر بالفعل حبي لها؟ خلي بالكو، احنا هنا اخترنا أهم مواطن الجمال: زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر. العطف يفيد تعدد الصفات الحسنة لمصر، ويصور مصر بفتاة تتزين. كلانا أبوه النيل أو أمه مصر. صور النيل بالأب ومصر بالأم، وهذا دليل على الوحدة الوطنية. تحت ظله تناسلت الأحقاب، شبه المجد بشجرة تستمر وتتوالى تحت هذه الشجرة الأزمان. بنينا على آداب عيسى وأحمد. صور الآداب بأرض يبني عليها المصريون حضارتهم. ألم ترى أسلوب استفهام آخر غرضه التقرير والتأكيد، والتقرير هي التأكيد، يوحي بترابط عنصري الأمة، لا جفاء ولا هجر، ترادف يؤكد المعنى ويوضحه ويؤكد المحبة بين المسلمين.
وإلى هنا أصدقائي الطلاب وأحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أنهي معكم شرح درس في حب مصر، وأذكركم بأن هذا النص من أهم النصوص. كان معكم معلم اللغة العربية معلم بسام القاضي، ألقاكم على خير في شرح درس جديد إن شاء الله. أستودعكم الله.